والله بحبك موت يا يا حماده، حماده. وعلى الكورنيش وتليفونك اسماء لاغاني عمرنا ما نسيناها وحققت نجاح كبير جدا وكلنا حبيناها، لنجمه كبيره بتفتخر دايما باصولها وبتحس في صوتها كده بشيء من المرح والشغب، شويه يمكن غابت شويه لكن رجعت بقوه كبيره باغانيها وصوتها المتميز. معانا النهارده المطربه الجميله جواهر. مشرفوني يا يا دكتورة جواهر، نجاح، اهلا ميرسي، بيكي. أنا اللي مشرفة بيكي جدا. وعلى فكرة يا جماعة احنا مطمئنين كده صدفة. صدفة أنا والله، شفت الدكتورة لابسين بقول كده لها صدفة النهاردة مش من متفقين. قلبي للقلب يعني. قولي لي يا جواهر، في البداية لازم نتكلم عن الكليب الحلو قوي اللي احنا شفناه ده بالزي الفرعوني، انا معجبة جدا بالألوان والستايل. كلمينا عن الكليب اللي شفناه. الكليب أنا كنت قاعدة مرة في البيت، فكان في يعني في إحدى القنوات كده كان في انترفيو، فالمراسل اللي كان في أسوان، ف يعني كان بيتكلم مع حد بتاع حنطور، فالمراسلة بتسأله بتقول له طب احكي لنا مثلا عن السياحة وما اعرفش ايه كده، قال لها كده بتلغائية، قال لها بصي بقول لك ايه يا بنتي، انا باخد 80، هو تقريبا صعيدي ايوه نوبي حاجة كده، انا باخد 80 جنيه انا اكل بيها الحصان ولا اكل بيها الولاد، فالسياحه واقفه يا بوي شوفوا لكم حال، يعني كان بيتكلم بحرقه. فمن هنا جت فكره انه طب ما نعمل اغنيه دعم للسياحه، ايوه وكمان اسوان خير عليا اصلا يعني، طبعا، ونعمل وفي احلى اغنيه. من اسوان واحلى طبعا ما فيش، اسوان، الله يخليك يا رب، اجمل الله ناس في يخليك. الدنيا فمن طبعا. هنا اتصلت انا على طول بالشاعر الجميل، هو شاعر النوبة الاول بصراحة يعني، يعني استاذ زين العابدين، بقول له يا عبد، انا بدلعه اسمه عبد ايوه العزيز زين العابدين، ايوه فانا بقول له يا عبد، قلت له يا استاذ يعني طب انا عايزه حاجه لبحر، ايوه قال لي طب ما تعملوا اغنيه خاصه باسوان، قلت له لا انا عايزه اغنيه لبحر، وخاصه اغنيه كفايه بعاد انا بحبها ايوه جدا، كفايه بعد. منها ذكرى لتخليده طبعا، ومنها نعمل حاجه لدعم للسياحه. ففعلا غنيناها الاغنيه دي، على فكره اتفتحت مرتين، غنيتها الاول بطريقه بحر ابو جريشه، اما الشاعر قال لي لا، اللي هو عبد يعني، قال لي لا ما ينفعش الكلام غنيها ده، بطريقتك بقى. لا انا عايز اللكنه بتاعتك، وقال لي عايز دخول الاغنيه بافريقي خالص، ايوه الستايل الافريقي. افريقي خالص. وحتى هو اللي قال لنا فكره انه البس توب، البس فرعوني، ايوه، البس، كانت فكره الشاعر والملحن برضه. واللبس الزي السوداني كمان اللي في الاخر اللي بالازرق ده رائع. بالظبط، احنا لبسنا يعني لبست فيها زي السوداني، لبست فيها زي فرعوني، ربطت فيها البلدين. ايوه في نفس الوقت برضو عملنا حاجه تدعم دعم للسياحه في اسوان. يا رب دايما. الله يخليك يا طيب رب. خلينا نتكلم كمان عن حاجة مهمة جدا الحقيقة، وهي النيو لوك اللي انا شايفاه قدامي. يا يعني رب. انتي خسيتي جدا يا جواهر وحلويتي قوي ما شاء الله، ميرسي يا حبيبتي، الله يخليك يا فاكيد رب. ستات كتير بتشوفنا نفسها تعرف ازاي خسيتي ازاي حلويتي كده، قولي لنا. يلا يا دكتورة، أنا مش عارفة أقول لك إيه عشان أنت بتحبيني بس كده والله عشان بتكلميني. انتي قمر. ميرسي يا عم. بصي أنا شوربة الكروب، يعني أنا عايزة أقول لكم يا جماعة بجد، اللي عايز يخس هي شوربة الكروب. أنا على فكرة في دكاترة أصدقاء ليا كتير قوي، كل ما بيشوفوني عايزين يخنقوني، لأنه كل عشان موضوع شوربة الكرنب بيقولوا لي لا ما تفتحيش شوكة. لا بس بصراحة هو هايل جدا، أولا حاجة بيدي نضارة، الكرنب بيدي نضارة للبشرة، وبعدين ما بيخليش الجسم يهرهط. أقول لكم بقى الفكرة بصراحة، ايوه يا بصي ريت بقى كلنا عايزين نسمع. احنا نجيب الكرنباية الكبيرة دي، ايوه كرومبايه. نقطعها صغننة حتت صغيرة كده، 4 قطيات مع بصلايتين مع حزمتين كرفس، البهارات اللي انت عايزاها طبعا، ممنوع زيت ولا سمنه خالص، يتضربوا يتحطوا في النار لحد ما تستوي، بعد كده تخليها تهدى شويه تضربها في الخلاط، دي الوجبه الاساسيه، كل ما تبقي جعانه تاخدي منها، بلس مثلا بيضتين في الفطار مع برتقانه يا كده، الغدا مثلا يا خضار مسلوق، يا اما سلطه بس، يا اما فاكهه نوع واحد، يا اما اي حاجه مشويه، بس بتخسس من 6 ل7 كيلو في الاسبوع، لكن شوربة الكرنب دي بقى هي دي الاساسيه. بتشربيها كم مرة في اليوم، او هي مرة او الظهر لا او لا بصي، هي المفروض فطار غدا عشاء، فطار غدا بس، ده مش ما يتعب احنا نفسيا نتحمل وكده. نتحمل بس قولي لي بقى، عمل نتيجة معاكي بعد قد ايه؟ انا في الاسبوع يعني، هو ده من اول اسبوعين تحسي بنتيجه بيجيب هايله، من الاخر. بيجيب بون على طول. انا عن نفسي جاب معايا يعني مثلا في اول اسبوع من 6 ل7 كيلو فعلا.
ما شاء في الله الاسبوع الاول. جميل جدا. طيب قولي لي بقى سر اغنيه حماده. يعني بصي انا بدات البرنامج والله بحبك موت يا حماده، اول ما تقولي جواز دكتور جيهان والله بحبك موت يا حماده. بمناسبه حماده دكتور جيهان انا عايزه اهديها طبعا لامي محمد محمود، لسه فرحه يوم السبت اللي جاي. بقول لها يا ام حماده خلي محمد يفرح وفرحه يوم السبت، يا رب ان شاء الله اقول له نقول لكل الحمادات أيوة. الف مبروك الف مبروك. وسر نجاح حماده طبعا بصراحه يعني سر يعني الحمد لله، دي كانت نفحايه زي ما بيقولوا. قعدت بعد نزول ألبوم حمادة تقريبا 8 سنين كل سنة. أيوة. ده الفوانيس يا جواهر كانت اشتغلت على أغنية حمادة. أيوة. حلوة. 8 سنين كل الفوانيس بتاعت رمضان كان بتنزل بأغنية حمادة، كل ألعاب الأطفال كانت بتنزل بأغنية حمادة، كل أي دبدوب عليه أغنية حمادة. أيوة. كل التليفونات الصغيرة بتاعت الأطفال حمادة الأطفال، فده كان شيء أسعدني يعني. طب إيه رأيك بقى حمادة لله. نسمع حمادة بقى لأنه ما ينفعش تبقى جواهر موجودة وما نسمعش طبعًا. والله بحبك موت يا حمادة. أشكرك قوي بجد. أنت عارفة الأغنية دي بنسمعها بنفرح، معرفش يعني صوتك كده ما شاء الله بيجلجل والاغنيه حلوه جميله فمبهج كده، تحسي انه فرح كده ما شاء الله عليك. الله يخليك. عارفه الاغنيه دي اللي هي ايه، في اي فرح اساسي لازم اغنيها. حتى لو العريس مش حماده. أيوة. لو اي اسم لازم الاغنيه دي سبحان الله، اول لما اغني لازم يقولوا لي حماده. انا بفتح باغنيه خمسه وخميس عليك اللي هي للعرايس وكده، بخمس وكده وبتاع. ايوه. فبعد ما اخلص اقول لهم طب تسمعوا ايه، يقولوا لك حماده. يعني مثلا طبعا. في الفرح اللي هو بتاع لسه كان من يومين. كان عندي فرح، فالعريس صديق سامي مدير اعمال اسمه حنا، فبقول له حنا هغني حماده، قال لي غنيها. أيوة. طبعا يلا غنيت والله بحبك موت يا حنا انا بعدك. الله انت جميله جدا. فاغنيه حماده فعلا اساسيه في كل جميله، وهي كل التون بتاعها حلو. نفس الموسيقى حلوه. انت ما شاء الله يعني كل اغانيك حلوه. طيب خلينا نتكلم عن اغاني دويتو. انت عندك دويتوهات حلوه قوي مع حماده هلال كاريكا، ويمكن في دويتو ما كملش مع محمد منير الكينج طبعا يعني. كلمينا عن الدويتوهات الحلوه دي. انا عايزه اقول لك طبعا اول ديو عملته كان اغنيه حبيبه على طول تليفونك. انا وحماده هلال. كان وش السعد على حماده هلال برضو الديو ده لو تفتكر يعني. وبعد كده عملت معاه برضو أغنية محكمة الحياة. تاني ديو كان في ألبوم على الكورنيش. وبعد كده عملت أغنية دونجوان أنا وكاريكا. كاريكا طبعا مجنون شوية هو، فاتصل بي قال لي يا جواهر أنا دونجوان. قلت له والله يا كاريكا أنا عارفة إنك دونجوان. أنا عارفة إنك. قال لي لا الأغنية اسمها دونجوان. خطفتني بصراحه، وفعلا نجحت الاغنيه جامد. انا دنجوان عصر، او هي لايقه على كاريكا بصراحه الاغنيه. أيوة. تحسيها لما تسمعيها كده تحسي انه هي فعلا حاله عصام كاريكا. جميل. طب هتسمعينا ايه بقى دلوقتي، على الكورنيش ولا دنجوان ولا عايزه تقولي ايه؟ لازم تغني، ما انت معايا لازم هتغني. أوكي. كل الوقت هتغني. تمام. اقول لك بس الديو اللي ما كملش للاسف اللي هو انا والكينج. طبعا الاستاذ طارق عبد الله احييه من منبرك، اللي هو صاحب الشركه اللي انا يعني المنتجه ليا، فقال لي يا جواهر انا عايز اعمل عايز اعمل اغنيه تحكي عن ابناء حوض النيل. الله. يعني بص الفكره دي بتاعت منير من بدري يعني من كام سنه. فقال لي بس انا هعمل محاوله مع الشركه المنتجه ليه، لانه هو في شركه وانا في شركه، فتقريبا ما توفقش. فكان عايز يربط ما بين ابناء النيل يعني مصر واثيوبيا والسودان. انا كنت هغني باللغتين. دي اغنيه اساسا ممكن تحل ازمات كتير جدا كتيره كتير سياسيه. خلينا نعملها. انا كنت هغني بلغتين. كنت هغني سوداني واغني اثيوبي. منير طبعا كان هيغني مصر تقريبا وهيغني باجنبي يعني برضه. يعني كنا هنحكي. طب ان شاء الله يا رب نتمنى للمشروع انه يكمل يا جواهر ونشوفكم مع بعض ان شاء الله باذن الله. انت بتغني باكتر من لغه كمان يا جواهر. بتغني بايه بقى؟ بغني النيجيري، بغني سوداني طبعا. افتخر. اكيد طبعا كلنا نفتخر. الله يخليك تسلمي لي حبيبتي، وانا باسم السودان كله اشكرك على الكلمه الحلوه دي حياتي. الله يخليك. أغني مصري طبعا وأغني سوداني وأغني أثيوبي أفريقي بقى كذا لغة أفريقية يعني. جميل. طب يلا بقى نسمع حاجة، ما عشان احنا دلوقتي الناس بيشوفونا. أوكي. وأكيد يقول لك لا احنا عايزين نسمعها بتغني. يلا بينا. طب بص أقول لك حاجة. أنا هادي ثلاث رقصات. يلا
اولا حاجه طبعا بهدي اغنيه سيس رئيس لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفخامه الرئيس البشير برضه هذه له طبعًا اغنيه من السودان. تحيه لكل الرؤساء. الله يخليك يا رب. ومعالي ابياء احمد رئيس الوزراء الاثيوبي برضه هدي له برضه اغنيه اثيوبيه، اغني له اغنيتين، واحده اثيوبيه والثانيه تجرينيا. الله عليك، يلا بينا. الله يخليك، يلا نبتدي بيه هو الاول. يلا بينا. عشان الماء جاي من عنده كده، عشان مصب الميه. ايوه بالظبط كده. هنبتدي اثيوبيا السودان مصر. الله، هو ده. يلا انا هستمتع يا جماعه. اوكي ماشي. هغني الاول تجرينيا. بصي اثيوبيا انا هغني لهم اغنيتين بلهجتين مختلفتين. جميل. التجرينيا غير الامارينيا. جدا الحقيقه ان احنا بنشوف اغنيه جميله زي دي، وكمان يعني انت خدتي النيل كله، يعني خدتي اثيوبيا والسودان وختمتيها بمصر. عشان انا بنت النيل. عشان انا بنت النيل. جميل جدا. طب قولي لي بمناسبه يعني انا بنت النيل، انا نفسي نعمل حفله بجد، حفله يبقى فيها مطربين سودانيين، فيها مطربين اثيوبيين، فيها مطربين مصريين، واي نوت، يعني نعمل نربط أبناء النيل بحفل يكون ضخم. مثلا هنا مثلا وزارة الثقافة والإعلام تتبنى ده من خلال منبرك، أنا أبعت لهم الدعوة. يا ريت والله، يا ريت. قولي لي يا جواهر، أخبارك التمثيل إيه؟ يعني هل أنت نفسك تقومي بأدوار، تعملي إيه اللي في دماغك تعمليه؟ يعني شفتك دلوقتي في الفرعوني ده، تخيلت كده إنه ده فيلم. والله طبعا يا دكتور، هم يعني أنا قبل كده كان اتعرض عليا تمثيل في بداية حياتي بجد، يعني في بداياتي فانا كنت رفضت ده عشان كنت عايزه اثبت نفسي كمطربه الاول، وبيني وبينك كنت خايفه من فكره التمثيل، قلت يمكن الناس ما تحبنيش كممثله وكده. فلا، بس عكس دلوقتي، دلوقتي التمثيل بيخدم، الدراما بتخدم المطرب كتير جدا. فلو في دور باذن الله يعني يناسبني ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله. يعني انا اخر حاجه اتعرضت عليا يمكن يكون وش برنامجنا حلو عليكي. يا رب يا رب ان شاء الله، ان شاء يكون الله عندك دور جميل، يجعل كلامي خفيف على السبكيه يا رب. على كل المنتجين ربنا ان شاء الله يرزقك بالخير. طيب خليني بس نرج لفاصل قصير جواهر، ونرجع نكمل حوار الشيق مع النجمه المتالقه طبعا جواهر. عن جاني الأسمر للمطربة الجميلة جواهر، وطبعا ده من الكليبات الجميلة اللي الناس كلها بتحبها، ولسه انت منوراني في الاستوديو النهاردة، وسعيدة بيكي في حلقة نهاية الأسبوع. أهلا بيكي مرة تانية جواهر. ميرسي حبيبتي، الله يخليكي. قولي لي بقى، احكي لي قصة الكليب ده، وطبعا دي أغنية قديمة طبعا لعتاب. الفنان عتاب الله يرحمه، الفنان السعودي عتاب. أنا من حبي ليها برضو عملت الأغنية دي. وعملناها عدنا التوزيع بتاعها، بس انا دايما لما بغني حاجه يعني مش بتاعتي بتاعت مطرب، بحب اجيبها لملعبي اغنيها بادائي انا. مش بنفس الاداء بتاعت المطرب وكده. صورناها كان هنا في الصحراء عندنا. حاجه بحب الصحراء جدا يعني. ايوه. ف المخرج كان يعني كان في خناقه ما بين المخرج وما بين المكير. المكير عايز يظهر شغله، عايز يعمل واو، عايز يعمل حاجة مختلفة. أيوة. المخرج قال له أنا مش عايز الجو اللي هو، أنا عايز أقتنع أنه اللي بتغني عايشة في الصحراء، ما تعمليش حاجات أوفر قوي، ما تلبسهاش حاجات أوفر قوي. لبسها حاجات هنا كده بتاع دون. أيوة، هات العقد شوية بدوي يعني. هات العقد اللي ممكن تلبس هنا، ممكن تلبس هنا. أيوة. اللي اربط لها معرفش اعمل شفتها هنا. اللي هي زي العين كده هنا دي. أيوة. مش عايز الروج الأحمر. أيوة، كان عايز يقلل عن كده كمان. قلت له لا، خلي حاجة تبقى فقع على الشاشة. قال لي أنت فقعتين أنا شخصيا مش الشاشة. طيب قولي لي يا جواهر، اتكرمتي في أكتر من مكان وخدتي جوائز كتير قوي. الحمد لله. كلمينا عن الجوائز اللي أخدتيها. والله يا دكتور الحمد لله، يعني هم تقريبا بتاع 150 او 151 جائزه اخذتهم في حياتي، بس ابرزهم هم 25. انا دايما بقى يعني ببقى فرحانه بيهم كده، هم أيوة. كلهم طبعا زي ما بيقولوا ولادي. ايوه، فببقى كلهم سعيده بيهم، بس يعني في جائزه اللي انا ببقى فخوره بيها، وكل ما اطلع دايما بتكلم عنها، اللي هي اخذتها من 17 دوله اجنبيه. يعني انا كنت المطربه العربيه الوحيده من ضمن ال 17 دول، ال 17 دول كلهم من اجانب من مختلف انحاء العالم. فانا كنت بمثل مصر والسودان. ورحت الحمد لله خدت الجائزه دي باغنيه الله على دعوتك ياما. الله ما شاء الله. الحمد لله. وعايزه اقول لك، في وقت كان في مشكله ما بيننا وما بين الدنمارك. ايوه. لاساءه الرسول عليه الصلاه والسلام، الكاركتر اللي كانت عامله كده. جميل. قام سامي مدير اعمالي قال لي بص يا جواهر، احنا هنجيب صورتك والبنفت من ورا،
هنترجم الاغنيه بتاعت الله على دعوتك. لما قلت له سامي نهايه الاغنيه بتقول قوي ايماني بالصلاه بلا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. قلت له هنعمل ايه؟ قال لي هي دي ده الملعب. قال لي ما ينفعش نحط مثلا بين كل كوبليه وكوبليه الاغنيه. قلت له انا هغنيها لايف. الاغنيه دي بتبقى الكلمه بتاعت الرسول عليه الصلاه والسلام في اخر الاغنيه. فمش هينفع كده، هنبوظ الاغنيه. احنا طبعا ما نفهمش السويدي، ابيض يا ورد. ايوه احنا بنترجم لنا، رحنا لحد ترجم لنا قلنا له بص عايزين نترجم دي باللغه السويديه. أيوة. قال لما خلاها انجلش قال سامي قال له لا احنا عايزينها باللغه السويديه. جميل. واحنا قاصدين ده. طيب وسبحان الله خدت الجائزه بدول كنت بصراحه والله يا دكتور انا طالعه وانا قلت يا رب يطلع يا يعني انا كده شكرا يا كده كده. طيب. يعني يا اما ما اجيش البلد دي تاني يا اما هتضرب النهارده. جميل. وسبحان الله خدت الجائزه الاولى. الجائزه الاولى طبعا ما نسمعش على الكورنيش. انا قلت لك في الفصل انا مش هينفع تمشي من غير ما اسمع على الكورنيش. طبعا لازم على الكورنيش. لازم يلا بينا تغنيها معايا. ايوه حقيقة يعني أغانيكي فيها بهجة، يعني الواحد كده إيه مش ممكن يسمعها إلا لما يسقف وينبسط ويدخل في مود الفرح يعني والحنة والحاجات دي جميلة الحمد جدا. الحمد لله. طيب في كمان أغنية تليفونك. إيه رأيك نسمع منها حتى؟ تليفونك دي الديول اللي اتعمل ما بيني وما بين حمادة هلال. أيوة. نقدر نسمع منها جملة ولا مقطع ولا إيه؟ لأنه إحنا خلاص بنختم الحلقة. أوكي. بص انا هغني تليفونك واخش على اسماريكا طالب. يلا بينا. اول اغنيه انا عملتها نهايه الحلقه معاكي النهارده. خلينا نقول انه كنت مستمتعه جدا بجواهر معايا. اشوفكم الاسبوع الجاي يوم الاحد في حلقه جديده، وبشكرك يا جواهر على وجودك معايا واختمي معاهم الحلقه. انا طبعا بشكرك وبشكر الناس الخلف الكاميرا. وسعيده جدا انه النهارده معاك يا دكتور بصراحه، وانت عارفه انا بحبك جدا 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 جدا. اشكرك. ومن خلال برضو منبرك يعني اتمنى الامن والامان لمصر والسودان واثيوبيا، واتمنى انه احنا يعني قطبي حوض النيل نبقى كلنا حاجه واحده. ويلا تعالى نغني بقى. جميل. أوكي. جميل. تليفونك.